إذا بتاكلي كتير من هاي الشغلات على طول فرح تسمني أكيد ورح تمرضي برابا. لا خالتي، مو مزبوط هالحكي أبداً، بالعكس الجسم بيقوى من هاي الأكلات. كلي معي. إيه ما بدي أكل شي ومالي نفس أصلاً وبالي مشغول كتير. إيه ترى شو بده يصير؟ صح خالتي، أنتي شو رح تعملي إذا نشحت غانغا اليوم؟ بنتي شو رأيك إنه بدل ما تحكي حكي بلا طعمة وتسميلي بدني خلي تمك هاد للأكل وبس بيكون أحسن لك. مرت عمي شفتي غانغا شي؟ لا ما شفتها اليوم. مهراج؟ نعم. ليك شفت غانغا شي؟ لا بنوب ما شفتها اليوم من الصبح، ما بعرف بشو ملت هي. طيب دريشتي شفتي غانغا شي؟ ايه واقفة على البلكون برا، قلت لها انه تجي معي نفوت لجوا بس ما رضيت. رح اروح شوفها. عمو راح هلأ لحتى يجيب لي نتيجتي. بشو عم بتحس؟ رح انجح يا ترى ولا لا؟ كنتي عم تحكي مع أبوك يا حبيبتي؟ ايه خالة، أنا كتير قلقانة وخايفة كمان وماني مصدقة امتى أعرف نتيجتي. غانغا بتعرفي شو؟ هاي البسكليت خليها دائماً قريبة من عيونك ومن قلبك بنفس الوقت، وبعدين فيكي تسأليها عن نتيجتك وحاولي تسمعي شو بتقول، وصدقيني أكيد رح تقلك إنك نجحتي، وكلامها هو كلام أبوكي وبس. ولما بتعملي هيك كل قلقك هاد رح يروح لبعيد. عن جد؟ أنتي بس حاولي وبتشوفي. غانغا؟ غانغا؟ قومي. وهي إجا عمو نيرجا. لا تقلقي أبدا، هلأ بتشوفي، روحي. تعي لهون. ايه خبرنا شو صار، قصدي النتيجة. غانغا نجحت ولا لا؟ انت شو بتقولي النتيجة؟ بصراحة باين عليكي اكتر حدا مهتم بالموضوع. تعالي. ما بدك تعرفي النتيجة؟ كأنك متوترة، ما بدك تعرفي إذا نجحتي ولا رسبتي؟ رسبت ما هيك عمو؟ معناها ساجر كان معه حق، جاوبت غلط على كتير أسئلة لهيك أنا ما نجحت. بتمنى تسامحني عمو، أنا آسفة لأني قلت لك أني بدي أصير مثلك وكل الناس تعرفني بس فشلت. انت اكيد زعلان مني كتير عمو، بترجاك سامحني. شو بدي ساوي هلا؟ ممكن تخليني احكي يا بنت؟ انا شو قلت لك من قبل؟ ما تخلي لا اليأس ولا الخوف حتى لو شو ما صار يقربوا منك. تعي.
من أول مرة شفتك كنت عارفان هالشي، وقلت حتى لو شو ما صار يصير هي البنت رح يضل في عندها أسرار ورح تعمل شي مهم برغم ظروفها، وما في حدا بيقدر يوقف بوشها. واليوم انتي أثبتيلي إنه مزبوط كل يلي فكرت فيه، وما خيبتيلي أملي فيكي. نجحتي بنتي. عن جد عم تحكي عمو؟ ايه عن جد، انتي نجحتي بالامتحان. يعني انت اكيد هلا ما عم تمزح معي مو؟ اكيد لا. وهلا ما لازم تضلي خايفه من شي، ولازم كمان يزيد اصرارك. بتعرفي انه اليوم انتي اعطيتيني اكبر فرحه ممكن اعيشها بكل حياتي، وجبتي كمان 52%، كتير ممتاز. شبك هذا الشيء كثير منيح، ليش عم تبكي؟ سمعتي يا ستي؟ قبلوني بالمدرسة، شوفي هي علاماتي. ولا تنسي انه انا تحديتك امبارح وليكني فزت. غانغا تعالي. شفتي؟ وهي نجحتي حبيبتي، هالخبر بيطير العقل، خوفك كان على الفاضي. بنتي شاطرة. مبروك غانغا، هي نتيجة جهدك وتعبك. يعني يا مهراج هيك خبرية حلوة ما بتستاهل تحلاية منك؟ أكيد أقل منا. رحت جبت شوية حلو من الصبح لأني كنت متأكد إنه غانغا الحلوة رح تنجح. موفقة بنتي، وإن شاء الله دائما بأعلى المراتب. خدي.